يرسل الكره الى تماس كما قلت. والحواصلي لاعب فريق الرجاء هو من منطقه درب ميلا بمدينه الدار البيضاء، لاعب للوحداد الراقي يقود حمله لفائده فريق الرجاء. هدف، هدف ثالث لفريق الرجاء. استقرار في مركز واحد وزعزعة دائما الاستقرار ديال المدافعين. للامانه صانع الهدف هو الراقي، ربي مجهود فردي اخترق دفاع المغرب التطواني ومراره. وهو اللي هضرت عليه في الجوله الاولى يدبر المجهودات ديالو داخل المقابله. فلاحظ معايا دابا صعد ما غتلقاش الفوق الا مرور 7 أو 8 دقائق، فهو كيجير لهذوك لي زيفور ديالو داخل المقابله. وهدف اخر للحافظي في بطوله هذا الموسم يدعم الاهداف التي سجلها الحافظي. قلت ان الحافظي ربما من صنع المدرب او من اشياء اخرى، يعني من لاعب كان يعني يعيش لحظات